Небо молчит, нет ни звезды, лишь пустота. Небо молчит. تحتجز السلطات الأوزبكية الأميرة جولنار كريموفا في انتظار المحاكمة على خلفية مزاعم فساد بقيمة ملياري دولار. وأعلن المدعي العام في أوزبكستان أن جولنار ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف محتجزة بعد إدانتها بالابتزاز والاختلاس، مشيرا إلى صدور حكم عام 2015 بوضعها تحت المراقبة 5 سنوات، وهو إجراء قد يعادل الإقامة الجبرية بعد حصولها من خلال الابتزاز أو الاختلاس على حصص في شركات إلى جانب تهربها من الضرائب. وقال إنه يسعى لتجميد نحو 1.5 مليار دولار من أصول تملكها في سويسرا والسويد وبريطانيا وفرنسا ولاتفيا وإيرلندا ومالطا وألمانيا وإسبانيا وروسيا وهونغ كونغ. وتخضع أيضا للتحقيق في اتهامات بالاحتيال وغسل الأموال والتهرب من الجمارك ومخالفة قواعد الصرف الأجنبي، وهي محتجزة إلى حين محاكمتها. وكانت كريموفا البالغة 45 عاما قد اختفت عن الأنظار عام 2004 بعد خلاف مع والدها الذي حكم البلاد 27 عاما، وهي الابنة الكبرى للرئيس الراحل، وكانت سيدة أعمال مهمة وسياسية نافذة وخليفة محتملة لوالدها، وتعد السيدة الأغنى والأقوى في دول الاتحاد السوفيتي السابق، فضلا عن أنها دبلوماسية ومغنية ومصممة أزياء.